مشاهدينا، ما زالت أيضا كاميرا برنامج صباح شرقية تجول المنطقة الشرقية، نتابع أجمل الأماكن وأجمل الأجواء. تابعنا أجمل الأجواء، يعني بداية من مدينة كلباء وأيضا بحيرة مدينة كلباء وأجمل المرافق فيها، ورأينا أيضا لربما أيضا محمية أو مركز خور كلباء لأشجار القرم، وانتقلنا بعدها لمنطقة وادي الحلو واستمتعنا بأجمل أيضا الأجواء فيها، وبالتحديد يعني من أعالي الجبال، ورأينا المعالم والجهات المحلية والحكومية في منطقة وادي الحلو، واختتمناها أيضا برؤية سماء مدينة كلباء. إذا مشاهدينا يعني نتمنى أيضا قضاء أجمل الأوقات برفقة مثل ما ذكرت الأهل والأحبة في المنطقة الشرقية. ومع بداية فصل الشتاء تزهر أيضا المناطق الجبلية والزراعية بأجمل النباتات الخضراء، وأيضا تتأثر بحالة الطقس الباردة. لتفاصيل أكثر نتابع ولنا عودة. مع ظهور ملامح الشتاء في مدينة كلباء، تتفتح الأزهار الموسمية بألوانها الجميلة مستقبلة ذاك الشتاء الذي يظهر جمال المسطحات الخضراء بلون خضرتها. تكثر النباتات الشتوية في المناطق البرية بعد هطول الأمطار وتجمعها، فتبدأ بالإخضرار والنمو، وهناك أنواع رائعة من الزهور التي تزدهر في الطقس البارد وتحتاج لبعض الرعاية في فصل الشتاء، خاصة إذا زرعت في الهواء الطلق، وكذلك
يعد فصل الشتاء بالغ الأهمية على صعيد التغيرات البيئية والزراعية، إذ تتغير معها النباتات والأزهار على حسب كل فصيلة، ويكون لها وقت معين ومثالي لزراعتها في السنة. ومع ازدياد نسمات البرد، يمتد بساط المسطحات الخضراء أمام العيون ليبهرها بالجمال المتعدد والمنتشر على هيئة مسطحات أشبه بلوحة فريدة لا تكتمل أناقتها إلا بالإخضرار بعد التأثر بملامح الشتاء. عودة إليكم مشاهدين مجدداً بعد ما تابعنا هذا التقرير والمتعلق أيضاً بالنباتات التي تنبت في الجبال وأيضاً في فصل الشتاء. إذا مشاهدين، تبذل الأمهات دوراً في تهيئة الطلاب للعودة للمدرسة بعد انتهاء الإجازة، حيث أن بعض الطلبة يتأثرون بفترة الإجازة التي كانت تمتلئ بالمرح والترفيه، وتجد أغلب الأمهات صعوبة في إعادة الروتين الدراسي للبيت. ومن هذا المنطلق سنتبادل الحوار مع المستشار الأسري والداعم النفسي الأستاذة نهلة ضويحي لتخبرنا أكثر عن طرق تهيئة الطالب نفسيا للعودة إلى المدرسة بعد الإجازة. صباحك سعادة. صباح النور أستاذة نهلة. صباح السعادة للجميع. يا مرحبا بك يعني في برنامج صباح شرقية. عزيزتي حياك. الموضوع يب وقته. طبعا المدارس قربت، المدارس قربت نعم. صحيح، لابد أيضا لهذا الطالب أن يتهيئ نفسيا، فقط الجانب النفسي أم هنالك أيضا تهيئة عقلية بدنية صحية؟ بعد الإجازة الطويلة اللي أخذوها الأطفال نعم. طبعا التهيئة راح تكون بداية للأهل، طبعا هو طفل دائما يحب اللعب، يحب المرح، يحب الاستمتاع، يعني الام لازم تتهيئ نفسيا اكثر من لازم. هون نجي على الاهالي، على الاباء، يكون عنا نبدا نحن نهيئ انفسنا لهذا الفصل الجديد، انه نحن ابنائنا راح يروحون على المدارس. نعم. التهيئه طبعا راح تكون اذا كانوا الاهل مسافرين لفتره طويله، من الصعب جدا انه يجوا قبل المدرسه بيوم او يومين، راح يكون في صعوبه تقبل الطفل للمدرسه. لازم يكون قبل فترة يعني يرجعوا على البيت، يهيئوا أنفسهم، يهيئوا الجانب النفسي، أنه الطفل بعد هاي الفترة الاستمتاع أنه أنت اليوم الفلان رح يكون عنا دوام. هذا الدوام طبعا بالنسبة لبعض الأطفال اللي يكرهوا البيت يعني الروتين اليومي، تشوفيه مبسوط أنه رح يرجع على المدرسة. لكن الأطفال اللي حبوا اللهو والاستمتاع الطويل رح يشوفوا صعوبة بالرجوع لهذا الروتين. نعم. نرجع إلى الحالة الأولى، الآباء والأمهات، شو هو الدور وشو هي التهيئة راح نقدمها لأطفالنا؟ طبعا عندنا بداية تحفيزهم، ذكر الأشياء الإيجابية للمدرسة، أنه أنت مشتاق لأصدقائك، مشتاق للمعارف، مشتاق للمدرسة، للألعاب، للنشاطات، لهالأمور. هاي يبدأ هون الذاكرة عنده ترجع لهالأمور الجميلة. لكن شيء جدا مهم هو التوقيت، التوقيت اللي كان الطفل ممكن يسهر، نحن راح نقلل السهر، النوم المبكر والاستيقاظ المبكر. أيضا على الآباء والأمهات في واجب جدا مهم هو استرجاع بعض الدروس، بعض الدروس الشفهية من كتابات، من أرقام، حتى يستعيد بعض المعلومات، لأنه الأطفال تعرفي بشكل عام عندهم نسيان مؤقت وليس دائم، نسيان مؤقت. هون نحن نرجع إلى التحفيز الإيجابي. جميل، ذكرتي تهيئة الوالدين النفسية. نعم. في بعض الأحيان يعني الأستاذة نهلة أو بعض أولياء الأمور يتأففون ويتذمرون لعودة الطفل أو الطالب لمدرستهم، وبعض الأحيان يعني يعبرون عن سعادتهم السلبية أن المدرسة بتي وبيرجع الروتين، ولربما في بعض الأحيان تكون بطريقة سلبية. نعم. أنه خلاص بروح المدرسة ونحب نرتاح من هذه الأمور. تمام. نتحدث أيضا عن هذه النقطة. هذا الجانب النفسي تمام يحتاج إلى دعم، يعني التحدث كثيرا عن العودة إلى المدارس أمام الأبناء يعتبر أنه ناحية سلبية. نعم. ليش؟ لأنه هذا الطفل راح يفكر أنه ذهابه للمدرسة كأنه أهله مالين منه أو ما بده. صحيح. وجوده في البيت. نعم. تمام. يلا أنا الأم تتوعد بابنها يوم
الفلاني أنا راح يعني أبعثك على المدرسة وأرتاح. شوفي هاي كلمة أرتاح تعمل له انعكاس سلبي صحيح. في تفكير طفل، ممكن يصير عنده عناد وممكن يشتكي يحكي لك أنه أنا بطني توجعني، أنا رأسي يوجعني، حتى ما يروح على المدرسة. ليش؟ لأنه بده يعمل عكس ما وصلته الأوامر من الأهل. معناته هذا الموضوع نحن لازم نكون حذرين عليه. التخفيف من الحديث عن المدرسة خاصة في الأسبوع الأول نهائيا، حتى يشعر بالهدوء ويشعر بالراحة، يشعر بالطمأنينة. نحن نحتاج إلى الطمأنينة لنفس الأطفال حتى يعني يكون عندهم حافز جيد وإيجابي. جميل. يعني فترة الإجازة فترة يعني ما فيها التزامات، ما فيها أي مسؤوليات، لربما السهر موجود طويل. لربما أيضا صحيح يعني الاستمتاع والترفيه والتسلية تكون أكثر من فترة المدرسة، فيجب أن يتهيأ أيضا هذا الطفل. عزيزتي التهيئة مثل ما حكيت لك هي لها جانبين، جانب من الأهل وجانب للأطفال بحد ذاتهم. الأطفال هون أجا جانب المدرسة تمام. لما نحن نروح أول يوم فرضا على المدرسة لازم يكون مرافقة الآباء والأمهات معهم الهم. يعطيهم دور التحدث مع المعلمة، ممكن تكون تغيرت المعلمة عليه، لازم يعرف كيف هذا الأجواء في المدرسة تمام. معناته أنا لازم أحفز ابني، أوصله لمعلومة أنه هاي المدرسة هي مركز علم، مش إجباري أنه أنت لازم تروح على هذا المكان ولازم تكون من الأوائل. شوفي هذا خطأ كثير كبير ارتكبوه الأهالي، أنه لازم أنا ابني دائما يكون في المستوى الأول. نحن باعثين أبنائنا للتعليم وليس أنه أنا يحصل معدل ما، لأنه درجات الذكاء تختلف من طفل إلى آخر، مو ضروري ابني يشبه ابنك أبدا. هون نحن لازم ننتبه على هاي النقطة أنه نحن ما نضغط عليهم. الأطفال عزيزتي يحتاجوا المرحلة العمرية الأولى يحتاجوا إلى الترغيب، أما المرحلة الفئة الشابة يعني بين المراهقة يحتاجوا إلى شو بدي أحكي لك الاحتواء أكثر. نعم. والاهتمام أكثر. أما الفئة الشابة اللي راح تحصل إلى الجامعة وإلى آخر يحتاجوا إلى دعم معنوي ونفسي أكثر من الفئة الأولى. نعم. إذا عنا ترغيب وعنا ترهيب لازم نحن ننتبه. حتى الترهيب على فكرة أحيانا ما يكون لصالح أبنائنا. في بعض الآباء يندرج عندهم سلوك غير سوي، هو أسلوب الترهيب أو أسلوب الخوف أو السيطرة على الأطفال، بمعنى آخر القسوة. هاي القسوة عزيزتي تجعل أنه يفكر الأب أنه بهاي القسوة عم يخلق من ابنه سلوكيات وعادات مثالية. طبعا هذا لا، رح يكون عكسي. غير هذا عندي سلبية كثير مهمة أنبه عليها الآباء، هو المسامحة الطويلة يجعل الأبناء مقصرين في واجباتهم الدراسية. مسامحة شو يعني؟ المسامحة عزيزتي استسهال مثلا؟ التسامح الزائد. يعني أخطأ، تأخر بالنوم، ما بده يروح على المدرسة، حل الواجبات، كل هاي المسامحة الطويلة بدون العقاب، والعقاب لازم يكون طبعا إيجابي وليس سلبي حتى ننتبه على هاي النقطة. هاي المسامحة الطويلة عزيزتي تخلي الطفل يشعر بالكسل، انه هو معتمد على والده في كل شيء او والدته، هون يبدا عنده تراجع في الدراسه. نعم، يعني التساهل في نعم. الواجبات وفي الاعمال أيوة المدرسيه. ايوه تماما. نعم. فاكبر عائق لدى الطفل اللي هو النوم المبكر. هاي مشكله. نعم. شوفي. متى يجب ان تهيئ هذه الام او هذا الاب هذا الطفل بالنوم المبكر؟ الناحيه الصحيه انه خلال الاجازه عزيزتي نحن ما لازم نسيب يعني كل الإجازة تكون فوضى. يعني نحن لازم نربي أبنائنا على النظام، إن ننميهم على إن سواء كانت إجازة أو مدرسة، إجازة أو غير إجازة لازم يكون أنا عندي إدارة وقت. هاي إدارة الوقت رح يكون لصالح أبنائنا، حتى الأم ما تتعب والأب ما يتعب ولا المدرسة رح تتعب منه. معناته أنا لازم أهيئ قبل فترة تمام، إنه أنا ممكن ساعة 9 أخليها أنا ساعة 8 مع بالتدريج. الأيام الأخرى بالتدريج أنا أبدأ عندي النوم. عندي طريقة الأكل كمان جدا مهمة وحساسة، أنه الأطفال ما لازم يأكلوا في الليل لأنه هذا يأثر عليهم، لازم يكون أكلهم بروتين وإلى آخره حتى ينشط الدماغ. نعم. عندهم أكثر. نتحدث عن أهمية اقتناء الأدوات المدرسية، عن تجهيز أيضا المكتب المدرسي لدى كل طالب في المنزل وأهميته
ولتحبيب مثل ما ذكرتي وترغيب أيضا هذا الطالب بالمدرسة. شوفي عزيزتي، نحن بدنا ننتبه على شغلة من ناحية مجتمعية، إنه ممكن الفروق الطبقية تختلف بين الطلاب. صحيح. ما لازم نحن دائما نركز على أبنائنا إنه العامل المادي أو الجانب المادي هو المهم، إنه أنت تشتري شنطة قيمتها ومبلغ أو تشتري أقلام، نحن لازم نكون نفكر للمستقبل، إنه أنا ممكن في يوم من الأيام ما بإمكاني أجيب لابني الأشياء اللي جبتها بالفصل الأول أجيبها بالفصل الثاني، حتى ما يتعود في بعض الأحيان. أيوة. نحن بدنا ننمي فكر، بدنا ننمي جيل يكون واعي مثقف عنده أساس التربية. القدوة عزيزتي تكون بأنه نقتدي الأشياء الثمينة لما نحافظ عليها، مو لما أنا أهدرها. معناته لازم أعلم ابني كيف يقتني هاي الأشياء، وما أركز وأحفز أنه الجانب المادي هو يكون الأعلى في اقتناء هذه الأشياء. جميل. وبالنسبة للمكتب المتعلق بالدراسة، تمام. هلأ المواضيع هاي لازم أهيئ أنا في البيت جو يكون على قدر المستطاع، أنه غرفة خاصة لابني للدراسة، يكون توقيت مناسب، الأكل مناسب، النوم مناسب. لكن لما نجي على حل الواجبات، أنا ما أتمنى أنه الأم تكون مدرسة ثانية في المنزل، حتى الطفل ما يكون عنده إرهاق، إنه إرهاق في البيت وإرهاق في المدرسة. حل الواجبات بطريقة محببة وإيجابية رح يكون عنده تشجيع أكبر وحافز أكبر. والتهيئة النفسية تعود على من؟ على الأسرة أو الأم والأب أم المدرسة أم البيئة المحيطة؟ أم إنها جميعها يعني عوامل مشتركة؟ طبعا هي عوامل مشتركة بين الأم وبين المدرسة، لكن الأساس هو التربية من الأسرة. تمام. لكن هذا مو معناته نحمل الآباء والأمهات كل المسؤولية، ما نحمل الأم فقط أو الأب، لا، المسؤولية مشتركة بين الأب والأم. غير هذا نعلم أبنائنا كيف الاستجابة لأوامرنا بخلال هاي المسؤولية اللي تربطنا مع بعضنا البعض. والمدرسة طبعا لها جانب أيضا إيجابي. طيب أستاذة نهلة، قبل لا أختم، يعني أبغي أبرز الأخطاء التي يرتكبها لربما ولي الأمر يكون غافل عنها وتؤثر على تهيئة الطفل من ناحية النفسية. عزيزتي، الدلال المفرط تمام، هي عادة سلبية، إنه نحن كثير يعني عنا المقتنيات الخارجية نركز عليها أكثر من أسلوب التربية أو التعامل أو الإنصات لابني أكثر، هذا يؤثر سلبا على الأبناء. جميل. لازم نحن دائما يكون يعني صلة الوصل بيننا هو الحوار والإنصات. في الأخير المستشار الأسري والداعم النفسي الأستاذة نهلة الضويحي، كل شكر لك. شكرا لك. وشكرا على هذه المعلومات القيمة في الحقيقة، بارك الله فيك، واللي تصب لمصلحة هذا الطفل وهذا الطالب. حياك. ونتمنى عودة حميدة لجميع الطلاب إن شاء الله على مقاعد الدراسة. كل الآباء لهم نصيحة، ابنوا جسور الحب والمعرفة بينكم وبين أبنائكم، وخاصة مع المدارس، يعني هي صلة الوصل لازم تكون موجودة. شكرا لك. إذا مشاهدينا، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، وأتمنى أنكم استمتعتوا بهذه الحلقة، وأحب أذكركم أنه بإمكانكم متابعة هذه الحلقة وجميع حلقات برنامج صباح الشرقية وأيضا القنوات التابعة لهيئة الشرقة للإذاعة والتلفزيون عبر تطبيق مرايا. ما عليكم إلا أنكم تحملون التطبيق المجاني اللي هو مرايا وتستمتعون وتستفيدون من جميع الحلقات سواء كانت المسجلة أو حتى المباشرة. لقانا إن شاء الله يتجدد بكم يوم غد في حلقة جديدة بموضوعات مختلفة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا عائشة الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل، ومع السلامة.